الصوت واضح، واضح الصوت يا جماعة، واضح نسير، واضح واضح نسير. اللي ما جوابها واضح. ايه واضح. اول حاجة باش نصالح عليك اذا في سترونت على اللي بوك الكور كيما قلت لكم ما اللي تتخدموه. نسير لي علي صوتك شوية حتى انا ما نجمتش نسمع بالبدا. باهي قلنا باش نصلحوا ليكزارسيس 30 اللي قلت لكم اخدموه الحصه اللي فاتت. اللي هو شنو كوشي لا بون ريبونس. باش نعمل لهنا اعطيك دي انستركسيون اللي هي بوك فور بالبيتون فور ان رينج والشيء هذاك الكل. وقال لك اعطيني البروغرام افيش شنو يافيش، يعني هل انه يافيش الاكس ايجال 6 ولا الاكس ايجال 15 ولا الاكس ايجال 10؟ كيفاش باش تعرف انت؟ باش تعرف باش تعمل تورناج علامة، تورناج علامة في حسب لي زانستركسيون عطيهم لك هما. باش تبدا باش نبدو من الاول هذه شنو تعلمك الاكزارسيس كيما هكا، يعلموك انك كيفاش تعمل تورناج علامة. تورناج علامة؟ نعم. شمعناها تورناج علامة؟ تورناج علامة معناها البروغرام من الأول باش تبدأ أبارتير من الانستركسيون الأولى اللي هي إكس إيكال زيرو، تبدأ تخدم 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 جيسكا الفان تاع البروغرام شنو باش يعطيك الفالور تاع الإكس قداش باش تكون. يعني أنت كأنك باش تتبع البروغرام بالانستركسيون بسطر بسطر، تخدم جيسكا تكمل البروغرام كامل، وقتها تشوف روحك أنت شنو هو الريزلت فينال تحصلت عليها. هذه تسمى تورناج علامة ولا إكزيكسيون علامة. دي تو نشوفوها، انا تنوريكم كيفاش نخدموها بالطبيعه. اللي ما يعرفهاش يتبعني ان شاء الله تو يفهم كل شيء. دي اول حاجه باش نهز ال هيد ماشي يا اخي، ما فيش كما صبور يا اخي، ما ريت شيء. دخلت انت يمكن رتع به يعني باش نعاود نسكر ون لا لا مسيو كي يدخل ويعاود يخرج يلقى روحه صفار. لا ينجم يكون دخل مأخر، هذاك علاش بعد اللي عملتنا البارتاج ممكن ينجم يكون تروح حتى شيء. توا صفار؟ لا مش نشوف شيء. مال المشكلة عندك؟ جماعة باقية صفار يا جماعة؟ وي صفار صفار. اون برانسيب مريك، شوف انت الافيشاج نتاعك. كيفاش نجم يعني نخرج مع بعض؟ لا لا فرنسي تطلع لك اوتوماتيك دوما دخلت من ليان تلقى لا فيشاج نتاعي على كان كونيكتي على التليفون ولا على بي سي، يظهر لك اوتوماتيك الفيشاج نتاعي. ما ظهرليش. لا حاول اخرج وعاود ادخل من جديد. حاول اخرج. ليه؟ هذه نحن لي زانستركسيون اللي عندنا اكس يقال 0 فور اي ان رينج. لحظة نربي ليه نرجع لهنا عطيك باش تبدا تورناج علامة بالانستركسيون. بالانستركسيون اش معناها بالانستركسيون؟ تبدا اول ستار شنو عندي؟ عندي اكس يقال 0 شنو تمشي تعمل؟ تمشي تعمل فاريابل تسميه اكس تحط قدامه صفر. ليه؟ من بعد الانستركسيون اللي بعدها شنو؟ فور اي ان رينج 1.4 اش قلنا؟ الاي شنو يمثل؟ سي لي كونتور نتاع البوك الكور. دونك تحط عندي فاريابل اسمه اي، تحط الاي نتاعك الفالور الاولاني نتاع الاي شنو باش ياخذ؟ اللي هي موجوده لهنا في البوك الكور. من كي نحطو نحنا في البيتون الرينج من الان للكاد، هو مش باش يمشي لي من الان للكاد، باش يمشي لي من الان جيسكا تروا ديما ينقص واحد. دونك الفالور انيسيال نتاع الاي هي الان، واضح؟ دونك الاي تحط قدامها ها باهي. لان اش كاتب لك في وسط الفور؟ كاتب لك اكس ايجال اكس بلس اي. اش معناها؟ معناها الفالور نتاع الاكس شنو باش تحط فيه؟ الفالور الجديدة نتاع الاكس شنو باش ياخذ؟ باش ياخذ الفالور الموجودة حاليا نتاع الاكس وتزيدها الاي. اش معناها؟ معناها الاكس قداش فيها تو؟ احنا نعرفوا ان الاكس فيها صفر، اوين
والاي قداش فيه؟ واحد. صفر مع واحد قداش باش تعطيني؟ باش تعطيني واحد. النتيجة دي وين باش يحط؟ باش يحطها في الاكس. دونك الفالور القديمة صفر تشطب عليها وتحط قدامها واحد. هذه اش معناها التورناج لما والإيكسيون؟ يعني تشطب على الفالور القديمة وتخلي الفالور الجديد. باهي. هل أني نخرج من البوك البور؟ البوك البور وقتاش توفى يا جماعة؟ حسب ال يعني ما فيش ديما يتعاود ولا يتعاود حتى للفالور اخر فالور باش نخدموه بالنسبه للبوك البور هو التروا. يعني مشني باش نخرج من البوك البور نتاعي كان كي نخدم الاي الفالوريت نتاعها شنو؟ واحد واثنين وثلاثة. وقتها نخرج احنا قداش خدمنا تو؟ خدمنا كان الواحد. دونك كي نوصل نخدم الاكس هذه خدمتها صحيح ايش نعمل؟ نرجع للفور من الاول نرجع لها. يعني نرجع للديبي نتاع البوك الفور نتاعي. باهي كي رجعت شنو باش يصير؟ اوتوماتيك الاي نتاعي باش تزيد بليس ان. نحنا تو الاي فيها قداش؟ فيها واحد. كي نرجعنا للبوك الفور من الاول اش تيصير للاي؟ يزيدها بليس ان تولي دو. يعني انكريمونتاسيون تصير زيادة انكريمونتاسيون. باهي تولي دو. نزيد نعاود مدخل توا للبوكل اللي فوسط البوكل بور باش نلقى اكس رسوا اكس بلس اي. الاكس الجديدة شنو باش نحط فيها؟ الاكس اللي ما الفالور نتاع الاكس الموجود توا قداش الفالور نتاعها؟ عندنا ان فيها. دونك ان بلس الاي قداش فيها؟ فيها دو الاي جديدة. دونك ان بلس دو اش تتولي لي؟ تروا. باش نحطها في الاكس، الاكس الفالور الجديد نتاعها ما يبقاش واحد يتحط فيها ثلاثة كالعادة. شنو باش نعمل تو؟ هل اني باش نخرج من بوك الكور ولا مش باش نخرج؟ علاش؟ لانه اش قلنا نحنا الاي لازمها توصل للفالور فينال نتاع الكونتور نتاع الكور. ما نخرجو من بوك الكور كان كي نوصلو للتروا. ونحنا تو وين وصلنا؟ وصلنا للفالور دو. باهي دونك شنو باش نعمل؟ باش نعاود نرجع من الاول نتاع البوك الكور. وين نرجع للبوك الكور من الاول شنو يصير؟ الكونتور نتاع البوك الكور يزيد بليس ان. هذه تشطب عليها وتحط بليس ان يعني تولي لك تروا. نزيد نعاود ندخل للفوسط البوك البور اللي هو اكس رسوا ايجال اكس بلس اي. الفالور نتاع الاكس تو شنو؟ فيها 3 اكس جديده 3 ونزيدوها كل اي الموجود فيها تو قداش فيها؟ فيها 3. 3 مع 3 تعطيني 6. وين باش نحطوها؟ باش نحطوها في الفالور دو اكس جديده. دونك تشطب على كتروا وتحط 6. هذه نخرج لهنا من بوك البور. علاش نخرج تو ما نرجعش من الاول؟ لاني اش قلنا الاي لازمها توصل للفالور فينال نتاعها التروا. ونحنا بطبيعتنا وصلنا للتروا لهنا. دونك نخرج من بوك البور. شنو باش نلقى قدامي؟ باش نلقى البرانت برانت لانستريكسيون اللي بعدها برانت اونتر بارونتيز اكس اكس ايجال باش نلقى اكس ايجال شنو؟ لافيشاج شنو باش يافيشي لي على الاكران هكا باش يافيشي لي لهنا. ثم كود ثم كود منا ثم كود منا. اش معناها الكود من؟ يعني راهو الميساج هذاك باش تافيشي كيما هو. يعني في الاكران باش يكتب لك اكس يساوي يساوي شنو؟ الفالور اللي موجوده في الاكس نحنا قداش عندنا لقيناها تو 6. دونك باش يافيشي اكس يساوي 6. دونك الفالور نتاع الانستركسيون الاولى صحيح هو الاولانيه x. البروغرام افيش x ايكال 6 يعني x ايكال 15 ودي صغطي. باه تو نتعدو للي بعد نفس الخدمه باش نخدموها للبوك اللي بعد. هذاش يخلينا نفهم وراه يخلينا نفهم البوك البور كيفاش تخدم. يعني مشنا باش نحفظ وراه جيست شنو هو الفايده تاع الاكزرسيس هذا. يخليك البوك البور الفور ان رينج هذيك تعطيك كيفاش تريزوني اني وقت اللي يقول لك اعمل لي تورناج لما ولا الكيستيون يعطيك كيما هذا الفالور نتاع الاكس ولا الايغريك ولا شنو باش تطلعها لازمك تعمل تورناج لما كيما خدمنا تو. نعاودو نفس الخدمه. عندي تو فاريابل جديد سماهولي ايغريك. دونك شنو باش نعمل؟ باش نمشي نكتب ايغريك شنو فوسط فوسطها واحد الفور اي. عندي فاريابل جديد باش نحط الاي نتاعي شنو فوسطو؟ باش يبدا لي من الواحد
حسب ما حط اللي هو من الان الكات باش يبدا لي من واحد ويوصل لوين للتروا مش باش يوصل للكات، لان واش قلنا نحنا في البيتون الفالور اللي باش تحطه له الكات هذاك هو باش يوصل للي قبله بالضبط، يعني باش يعمل له موانزا. هذيك علاش قلنا من الان للتروا مش من الان للكات. به يعني اول فالور دو اي الكونتور شنو باش ياخذ؟ باش ياخذ الفالور اللي حطيته له اللي حطيته له انت لهنا الان. دونك تحط قدام الاي واحد، شنو باش ندخلوا للبوكل بور المره الاولى باش نلقوا انستريكسيون ايغريغ سوا ايغريغ فوا اي. الايغريغ اش فيها كالعاده كيما كان اكس بلس اي، انا هذه جيست عمليه ضرب تبدل. ايغريغ شنو فيها؟ باش يحط لك الفالور دو ايغريغ الموجود تا واحد باش يضربها في ال في الواحد اللي موجوده في الاي. قداش باش تعطيني واحد في الواحد؟ تعطيني واحد. وين باش يحطها؟ باش يحطها في الايغريغ. دونك الفالور القديمه واحد تتشطب وتتحط في بلاصتها الان جديد. بي كملت توا صاي الانستركسيون اللي فوسط البوكل فور، شنو باش نعمل؟ باش نعاود نرجع للبدايه نتاع الفور، يعني من هنا. دونك فور كي نرجع شنو يصير؟ شدوها في مخيفكم، كي تدوب ما ترجع للبدايه نتاع الانستركسيون نتاع الفور الكونتور يزيد بليس 1 في البوكل فور بالطبيعه، يعني ان شو تولي تو شو تولي لي دو. بي كي تولي دو لهنا شنو باش نعمل؟ باش نعاود ندخل في وسط البوكل بور باش نلقى نفس الانستركسيون اللي هي ايغريغ يساوي ايغريغ فوا اي. الايغريغ شنو فيها تو؟ فيها واحد. والاي شنو فيها؟ اثنين. كي نضرب واحد في اثنين شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني دو. وين باش نحطها؟ قالي حطي لي في الايغريغ. دونك الفالور الجديده نتاع الايغريغ تولي دو. باهي توا هل اني باش نخرج من البوكل بور؟ لا، علاش؟ لانه قلنا الفالور فينال نتاع الفالور اف اللي هي فينال نتاع البوكل بور ما نخرج كان كي نوصل للاي الكونتور نتاعي يوصل للتروا، نحنا وصلنا للدو. دونك باش نرجع نعاود نرجع للبدايه نتاع البوكل بور، كي نرجع اش قلنا يصير؟ الاي باش تزيد بليس ان، دونك دو بليس ان باش تولي تروا. تروا نعاود ندخل للبوكل بور من جديد باش نلقى نفس الانستركسيون ايغريغ يساوي ايغريغ فوا اي. الايغريغ اش فيها توا؟ فيها دو. الاي شنو فيها؟ فيها التروا. كي نضرب دو فوا تروا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني ستة اللي هي باش نحطها في الفالور نتاع الايغريغ اللي هي سيس. دونك كملنا لهنا نخرج من البوكل فور. علاش خرجت من البوكل فور؟ لاني يعني اخر فالور نتاع الاي شنو؟ تروا. ونحنا قداش وصلنا تا؟ وصلنا للتروا. نخرج منها باش نلقى انستركسيون برانت ايغريغ. شنو باش يافيشيلي على الاكرون؟ باش يافيشيلي ايغريغ يساوي شنو؟ الايغريغ اش فيها؟ فيها ستة. دونك ايغريغ يساوي سيس. هذا الفالور فينال نتاع دونك الانستركسيون صحيحة هي البروغرام افيش ايغريغ ايغال سيس اللي هي الثالث. واضح؟ باهي نتعدو توا للي بعدها اللي هي كالعادة كل مرة يصعب لك شوي، مي المرة هذه في الالغوريتميك مش في البيتون. ب هذه اش قال لك؟ قال لك عطاك نفس البروغرام نتاعك لي انستركسيون نتاعك وقال لك شنو فور سي هاش. المره دي عطاك سي هاش نتاعك اللي باش تخدم بيه. هذا قال لك فور سي هاش هذا البروغرام هذاك شنو يفيشي لي؟ هل ام يفيشي لي 3410 ولا 8 ولا 4؟ احنا كيفاش باش نخدمو؟ كالعادة الاكس الاولانية باش تبدا من زيرو، عندها فاريابل اسمه اكس نحط قدامها صفر. من بعد عندي بور اي الفالور نتاع الاي، عندي كونتر اي دونك نحط اي. شنو الفالور انيسيال اللي هو الفالور يبدا منه؟ اهو صفر. الفالور انيسيال نتاعو او الفالور نتاع الكونتر نتاعي صفر. واخر فالور اهو اخر فالور هو هذا اللي هو اللونج سي هاش. اللونج سي هاش فونكسيون لونج اش تعمل لنا؟ تطلع لنا قداش الشين نتاع السي هاش هذا قداش فيه من كاركتير. نحسبه قداش فيه من كاركتير. عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. دونك اللونج سي هاش تعطيني ثمانية وكي نطرح منها إلا واحد اش تعطيني؟ سبعة. دونك الفالور فينال اللي باش نوصلولو اللي هو الإي الكونتور لازم يخدم من صفر حتى للسبعة، يعني اخر فالور باش يوصلها الاي نتاعي سبعة. وقتها نخرج ب الاي نبدو من الاي الاولى وانا بدينا
ال e equal zero. شو قال لك لهنا؟ CH دو E شنو CH دو E؟ اللي هو ال E شفاها تو؟ فيها صفر ولا؟ CH دو زيرو. نقول CH دو زيرو وش معناها هي؟ CH دو زيرو معناها الكاركتير اللي في الشين CH اللي البوزيسيون تاعه صفر شكونه؟ اللي هو الكاركتير ماجسكي بوزيسيوني. أنا قلنا الشين قبل كي قرينا في ال في لي شين دو كاركتير قلنا أنو لي كاركتير تبدا لي بوزيسيون تاعها تبدا ابارتير من زيرو ونتي ماشي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اي سي هذوكم لي زانديس والا لي بوزيسيون تاع شاك كاركتير في الشين. يعني كي نقول سياج دو زيرو يعني الكاركتير لي بوزيسيون تاعو زيرو وين موجود؟ موجود في الشين اللي هو الا ماجسكي بي. شو قال لك هو؟ قال لك هل انه سي هاش دو زيرو اللي هو الا اللي هو الكاركتير ا ماجسكير هل انه محصور موجود في التسعة في الانترفال هذا؟ لهنا كي نجي نشوف نلقاه لا مش موجود غالط مش موجود ما بين زيرو والنف كاركتير الا ماجسكير هذه مش موجود دونك فو. هل انه باش يدخل في وسط السي؟ لا مش باش يدخل مش موجود هكا انفيرير او ايكال زيرو هو يعني سيد هاش زيرو والآي قال هي زيرو الآ الكاركتير آ ماجسكير هل أنها رقم هي؟ آه فهمتك. لا لازم هتكون ما بين الصفر والتسعة يا كاركتير زيرو يا كاركتير آ يا كاركتير دو يا كاركتير تروى يا كات يا سانك يا سيس يا سيت يا ناف يا نحسو ثم هي آ الآ مش محصورة مش موجودة في الانترفال زيرو ناف دونك لهنا ما ندخلش مش نيدش ندخل للسي دونك نتعدى اوتوماتيك طول الفانسي واضح لهنا يعني لهنا مش نيبش ندخل لانه الكونديسيون تاعي هذا فو مش فيريفي دونك من بعد وين باش نمشي باش نلقى قدامي الفان بول بالطبيعه مش باش نخرج علاش مش باش نخرج لان قلنا الكونتور نتاع البوكل بول لازم يوصل للسبعه باش يخرج احنا تو في الزيرو دونك شنو باش نعمل نرجع الاول البوكل بول من هنا نرجع لها من الاول واش قلنا كي نرجع للبوكل بول من الاول شنو يصير؟ الكونتور متاعي الاي اوتوماتيك بلس ان دونك صفر بلس ان تولي لي واحد نفس الخدمة باش نعاودها اللي هي باش نقارن تو سي هاش دو ان شكون سي هاش دو ان؟ عندي كاركتير اكس الاكس كي نحطوه في بلاصة الا هل انا محصور ما بين الصفر والتسعة؟ مش محصور نفس الخدمة دونك مش باش نعمل حتى شيء باش نتجاوز الفانسي لاني يعني مش فيريفي الكونديسيون ونعاود نرجع للفور البداية لاني علاش ما خرجتش من الوكل فور لاني الاي في الان احنا اش قلنا نوصلوا الفان تاعنا الفالور فينال هو السي بي الاي كي رجعنا للبدايه الفور باش تولي دو توا سي هاش دو دو سي هاش دو دو اللي هو شنو اللي هو تروا اللي هو الكاركتر تروا تروا لهنا اهو هذا ليه؟ هل أنه الكاركتير تروى محصور ما بين الصفر والتسعة؟ فري المرة هي محصور صحيح دونك باش ندخل للسي وسط السي باش ندخل لها اش تنعمل لهنا؟ قال لي حط لي في الإكس الفالور دو إكس القديمة شنو هي؟ صفر نحنا بطبيعتنا حاطينها هي صفر موجودة لهنا مع شنو؟ مع الفالور متاع سي هاش دو إي نحنا سي هاش دو إي شنو فيها؟ فيها الكاركتير تروى مش النومبر تروى كاركتير تروى الكاركتير تروى كي نحولوه بالفالور الفالور اش تعمل الفالور تحول لي كاركتير تحوله لي لونتي العدد كي نحولوه تروى لونتي اش تيولي تيولي رقم يعني تروى تيولي صفر مع ثلاثة باش يولي لي ثلاثة النتيجة تروى دي وين باش نحط باش نحطها في الاكس دونك زيرو اللي كان زيرو لهنا باش تولي ثلاثة نخرج من فانسي من بعد وين باش نمشي تنلقى قدامي الفان بور بطبيعة ما نخرجش علاش لأن الإي ما زلت في الدو ونحنا قلنا ما نخرجوا من بوكل بور كي توصل للسبعة نعاود نرجع للبوكل بور من الأول وما دام رجعت للبوكل بور من الأول الكونتر أوتوماتيك باش يزيد لي بليس أن تولي تروا دو بليس أن تولي تروا تروا نزيد نعاود ندخل للسي هل أني سي هاش تروا سي هاش تروا هو شنو هو نقطة استفهام وين هل اني محصوره ما بين الصفر والتسعه مش محصوره مش موجوده في الانترفال هذاك دونك مش باش يدخل للسي باش يتعدى للفانسي بول
لهنا باش يلقى قدامه الفان بور كالعادة. باش نزيد نعاود نرجع للبداية نتاع البور لأني مازلت ما وصلتش للسيت في الإي. كي نرجع للبور الإي باش تزيد بليس 1 تولي 4. كي نرجع للبوكل بور رجعت ولت الإي بليس 1 ولت 4 الكونتر إي. نزيد نعاود ندخل لهنا باش تولي لي باش نعمل نفس الكومباريزون الكونديسيون هذيك نتستيها. سي سي هاش دو 4 تو سي هاش دو 4 هو 4 تو وين موجود لهنا هو الرقم 4 مي سي تان كاركتير سي فورم دو كاركتير يعني نخدمو على شين دو كاركتير. الكات هذيك محصورة ما بين الصفر والتسعة فري. دونك شنو باش نعمل الاكس شنو باش نحطو فيه الفالور الاكس القديمة قديش كي نجو نرجعو الاكس القديمة وين وصلنا هاي تروا مش زيرو تورناج لما ديما تخدم بالفالور فينال تروا الاكس شنو فيه فيها التروا باش نجمعوها مع مش السي هاش دو اي مع الفالور دو سي هاش دو اي. يعني شنو السي هاش دو اي ماو كاركتير كات كي نحاولوه اون فالور شيولي لي كات ثلاثة مع أربعة اش تعطيني تعطيني سبعة سبعة وين باش نحطها باش نحطها في الاكس الاكس قداش فيها كانت كانت تروا باش تولي سي. نزيدو نعاود نخرجو من الفانسي تو كملنا نلقو مقابلها نلقو تحتها فانبور بطبيعة لهنا. هل أني نخرج من فانبور؟ لا لأني منزلت في الكات ونحن قلنا آخر فالور في الإي سي. دونك شنو نزيد نعاود نرجع للبداية نتاع البور. كي نرجع للبداية نتاع البور من غير لا تخمم أوتوماتيك الكونتر نتاعك بليس 1 يولي 5 ليه. نزيد نعاود ندخل سي سي هاش دو إي سي هاش دو 5 يعني هل أنا محصور ما بين الزيرو والناف لهنا نشوف لهنا اللي هو الآن أوين أوين دونك محصور بري. شنو باش يعمل باش يعاود يدخل للسي لأنه الكونديسيون فيريفي باش يكتب لك الإكس رسوا الإكس توا شنو فيها الإكس يا جماعة فيها سبعة. دونك سبعة مع الفالور نتاع كي نحولو الأن أون كاركتير هاذيكا نحولوها أون فالور شتا تولي بليس أن سبعة مع واحد شتا تعطيني ثمانية وين باش نحطها في الإكس. دونك سي تنشطب عليها ونحط وي صاي كملت السي هاذيكا نلقى مقابلتني الفانبور لهنا ما نخرجش نعاود نرجع للبداية نتاع البوكل بور. علاش؟ لأن الإي في الخمسة ما وصلتش للسي. كي نعاود نرجع للبوكل بور البداية نتاعها بليس 1 5 بليس 1 تولي 6 به لهنا السيس هذيك. نزيد نعاود ندخل للبور نتاعي سي سي هاش دو 6 قداش فيها اللي هي الاير ماجسكيل الاير ماجسكيل هذيك الاير ماجسكيل هل انها محصورة ما بين 0 ولا مش محصورة. دونك شنو باش يصير مش باش يدخل للسي باش يتعدى للفانسي باش يلقى قدامه الفانبور بالطبيعة مش باش يخرج. شنو باش يعمل باش يرجع للبداية نتاع البور. علاش نرجع؟ لأنه الكونتور مازال ما وصلش للسبعة. كي نرجع للبداية نتاع البوك البور شنو باش يصير الإي باش تزيد بليس 1 تتولي 6 بليس 1 تتولي 7 اللي هي آخر مرة باش ناخدموها. سي هاش دو 7 اللي هو آخر كاركتير اللي هو الكاركتير 0 تاع الشين نتاعي سي هاش سي هاش يعني محصور يعني فيريفي الكونديسيون تاعي محصور موجود او انه زيرو. شنو باش نعمل شنو ندخل للسي الاكس شنو باش يعمل باش نحط فيه الفالور دو اكس اللي موجود فيها حاليا قديش الفالور نتاع الاكس تو 8 مع الكاركتير 0 مع 0 باش تبقى 8. دونك شنو باش نعمل باش نشطب عليك 8 ونحط 8. دونك الفالور فينال اللي تحصلنا عليه هنا باش نلقى قدامي الساعة فانسي فانفور لهنا. هل أني باش نعاود نرجع ما نرجعش لأن الإي وصلت للسيت اللي هو الفالور فينال. نخرج باش نلقى الانستريكسيون إكرير إكس باش تعمل الإكرير إكس باش تفيشيلك على الإكرون الفالور نتاع الإكس اللي هو شنو هو الإكس فيها تو 8. دونك باش تكتب 8 على الإكرون. نمشي نشوفو نحنا لي زانستريكسيون لي شوا اللي عطيهملك اللي هي الشوا الثانية الثانية هاي. دونك الشوا صحيحة هي شوا فين ليه تو باش نتعدو للشوا الوحدة الأخرانية بالكل
باش نعاودو ناخدمو. هذه هي نفس البرانسيب. اذا فهمتوا طريقه كيفاش تخدم البوكل كور من يعني واحدة برك تنجم تخدم البوكل كور اللي قدامها ما خدمناهاش. اللي قدامها ما خدمناهاش. ايه قدام نحن هما تقريبا مش نفس الوحدة. لا هما دي اكس بلس وديك اكس مع فالو بلس فالو. نافي بلي غلطت في بلي بيه عمضاهم. ليه شنو الفرق ما بينيتهم لهنا؟ حاجة بسيطة جدا مش هي واضحة جدا لبعضها سيبا شوي. شنو هذه شنو باش يتبدل يا جماعة؟ الإكس كانت صفر قبالة قاعد يجمع لي. يجمع لي في شنو؟ يجمع لي في الأعداد معناها ثلاثة في اللي خدمناها تو اللي قبل هاد. شنو يجمع؟ يجمع في الأرقام ثلاثة مع أربعة مع صفر مع واحد. قداش عطتنا تحصلنا في الآخر؟ ثلاثة مع أربعة سبعة مع واحد ثمانية مع صفر ثمانية. يعني كان في الوحدة اللي فاتت يجمع لي الصوم نتاع لي شيفر الموجودين في الشين سي هاش. واضح؟ مي توا وين يلقى لي شيفر الاكس بلس ان؟ اش معناها الاكس من الاول صفر الاكس من الاول زيرو اكس من الاول زيرو. دونك الفرق ما بين اللي فاتت وهذه في الانستركسيون هذه اللي هي شنو الفرق؟ خلينا نتبعوا بشوي. الكاركتير الاولانية مش تنبقوا نعاودوا في البوك البور من الاول كيما عملنا قبل لانها نفسها. بور اي ايجالا زيرو السي هاش دي زيرو اللي هي الا هل انها موجوده من صفر للتسعة؟ لا مش موجوده. دونك الاكس تبقى نفس. بالنسبه للاي ايجال ان سي هاش دو ان الاكس مش موجوده في الزيرو ناف كيف كيف مش تزيد الاكس بليس ان. الاي ايجال دو سي هاش دو دو اللي هي التروا التروا موجوده ولا؟ دونك الاكس قديش تزيد بليس ان تتولي من صفر حط فيها واحد ده الاي باش تولي التروا اللي هي في نقطة استفهام هذه تروى لهنا هل أنها موجودة في زيرو ناف؟ مش موجودة. دونك مش باش تزيد الـ x plus 1. دونك باش تعدوا للكات اللي هي الكات اللي بعد. الكات موجودة في زيرو ناف دونك الـ x باش تزيد plus 1 باش تتولي 1 plus 1 تولي لنا 2. من بعد باش نتعدوا للسانكيام كاركتر اللي هو 1 أنا موجود في زيرو ناف باش تزيد الـ x plus 1 باش تولي لي 2 plus 1 باش تولي 3. من بعد الاير 6 من بعد 7. الاير لهنا موجوده في 0 9 مش موجود دونك الاكس مش باش تزيد باش يتعدى لي للاي اللي هي الاخرانيه صفيت لهنا راني تما ما كتبتهمش. السيتيام كاركتير اللي هي 0 0 موجوده في 0 9 دونك الاكس باش تزيد بلس 1 اللي هي باش تولي لي 4. شنو تمثل الكات هذه؟ في الاكزامبل الاولاني اللي فات في الاكزامبل الاولاني جمع لي الصوم نتاع لي شيفر توا حسب لي قداش من شيفر في وسط الشين يعني لهنا قداش من شيفر كي تتلوج قداش من رقم موجود في الشين سي هاش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة وين يعطيك أربعة. دونك كما فرق في ال في ال في ال يعني الاكزامبل اللي خدمناه اللي فات الرول لو جيت تعطيكم قلت لكم اعطوني الرول نتاع البروغرام الرول نتاع هذا كي بيرمي دو كالكيلي ولا دو ريتورني لا سوم دي شيفر اكزيستون دون لا شين سي هاش. وبالنسبه لل ليكزامبل الخادمين تو هذا هذا كي بيرمي دو كالكيلي لو نومبر دو شيفر اكزيستون دون لا شين سي هاش. يعني فرق هذا اللي نحكم فيه تو هذا يحسب لك قديش موجود من رقم في الشين يعني قديش من رقم موجود في الشين. الاخر يجمع لك يحسب لك الصوم نتاع الارقام الموجوده في الشين يعني ثم فرق لهنا. بي نتعدوا الاكزامبل الاخراني بالكل.
كون حال الميكروب ربي سكر. ليه؟ نكمل ولا هناك العادة نبدأ من جديد. الإكس من الأول فارغة، المرة دي الإكس ما فيهش صفر. إيش معناها هذيك اللي يحل الكود ويسكرها؟ هذيك معناها الشين ديب، معناها لو الشين إكس يتان شين فارغ ما فيش واحد شيء. يتعمل دو كود وتسكرهم بعضها بجنب بعضهم معناها لو الشين متاعك فارغ. ليه؟ بالنسبة للشين هذا باش نشوفوا نحن الريزلت فينال شنو باش تعطينا نهي منهم ال من هذوم الثلاثة كالعادة نعم الريزلت شنو مهم حتى الريزلت تكون فيها ديكوتا بالطبيعة حتى ما فيهمش لا 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 هنا ما هو عاطيك ينجم يكون غلط دونك لهنا ينجم تزيدها انت لهنا ساهلة على مادام هو يخدم في دي شين دونك الريزلتا فينال يعطيك لون برانسيب مادام الاكس شين دونك الفينال هو اصلا شفت لهنا ماجسكيل الاكس قدم هذيك لهنا ماجسكيل دونك ثم حوايج ينجم يكونوا ناقصين ليه الاكس من لهنا فيد دونك فيرغ اول الاي نتاعي منين باش تبدا الفالور انسيال نتاعها كالعاده الاي ابارتير من زيرو او نعطيك الفالور فينال هي لونغ سي هاش موانزا نفسه يعني السيتا اللي حسبناها اللي هي 8 موانزا باش تعطينا الفالور نتاع الاي اخر فالور هو السيت اللي باش نخرج من البوكر بول بيه لهنا باش نبدو كالعادة سي هاش دو زيرو اللي هو الا هاد انو محصور ما بين 0 و 9 لا دونك باش نتعدل الاي ان بلس ان باش ما نبقاش نعاود اللي خدمناه قبيله جيست يعني وليت نزر بشوي تو باش ما نبقاش نربح شوي وقت على الاقل ال اي فور اي ايكال ان سي هاش دو ان شنو هو هو الاكس الاكس هل انا محصور ما بين 0 و 9 لا مش محصور دونك باش نتعدى للاي ايكال دو سي هاش دو 2 اللي هي التروا محصوره ما بين 0 و 9 شنو باش نعمل الاكس باش نحط فيها الاكس القديمه اللي هي الفيد مع شنو مع سي هاش دو اي مع سي هاش دو اي اللي هو شنو سي هاش دو اي سي هاش دو دو اللي هو التروا الكاركتر التروا يعني شنو باش نعمل في الاكس كي نعمل فيد مع الكاركتر التروا شنو باش تعطيني يا جماعه اصبري عدد يعني لا شين بالطبيعة أنا لهنا نجمع في دي شين دونك ما عندكش الحق لهنا تبدل لي ستيل مش تروا فرق ما بين نقول تروا هكا وفرق ما بين اللي عملها أنا لهنا هذه سيتان شين دونك الريزلتا اوتوماتيك باش تجيني شين حاجة فارغة مع تروا باش تعطيني الكاركتير وإلا الشين تروا دونك لهنا الإكس شنو باش نحط فيها المرة الأولى باش نحط فيها تروا شين سو فورم دو شين دو كاركتير بي توا خرجنا من السي باش نزيد الاي باش نتعدى للتروا الاي مادام كملنا الدو سي هاش تروا توا شنو اللي هي نقطة استفهام نقطة استفهام هذيك هل اني موجودة في الزيرو نوف مش موجودة دونك باش نتعدى الاي كات سي هاش دو كات اللي هي الكات كاركتر كات الكاركتر كات هذاك هل انا محصور ما بين موجود في الانترفال زيرو نوف وي موجود في الزيرو نوت دونك شنو باش نعمل باش ندخل للسي ندخل لانه الكونديسيون فيريفي باش نعمل اكس رسوا اكس بي سي اتش دي اكس القديمه شنو قداش فيها فيها هاي الفالور القديم هو التروا كاركتير تروا بالطبيعة مش تروا كاركتير تروا نلصق فيه باش تلقى شنو باش نعمل الاكس القديمه هي الكاركتير تروا مع السي اتش دي اللي هو سي اتش دو كات اللي هو الكاركتر كات شنو باش تعطيني لهنا حسب رايك لهنا باش تعطيني لاشين 34 بالضبط لاني البلوس يظلك نخدم مع لي شين دو كاركتر راهي باش تلصق لي تعمل لي كونكاتيناسيون تلصق لي دو شين على بعضهم بجنب بعض مي لو جيت كتبت لك 3 بليس 4 هكا سو فورم دي زونتي باش تعطيك 7 هي
لكن احنا اعطيناه شين، الشين يتخدم البريز مع لي شين تعمل كونكاتيناسيون مع لي زونتي ولا لي ريال تجمع لك. دونك نحنا مادام شين باش نلصقهم لي في بعضهم باش نحصل على 34، باش نتحصلوا على 34 سو فورم دو شين. دونك الشين 34 هذه واش باش نحطها؟ باش نحطها في بلاصة اكس القديمة اللي هي 3 باش تولي لاشين 3 4. باهي الاي توا جديدة كانت 4 باش تولي 5. سي هاش دو 5 شنو؟ اللي هو الان كاركتير ان بالطبيعة. الكاركتير ان مادامو موجود في الزيرو ناف شنو باش نعمل؟ الاكس باش تاخد اكس القديمة. شنو هو الاكس القديمة اللي هي اخر فالور متاع اكس خذيناه اهو لاشين 34. شنو باش نزيدوه الشين 34 هذاك مع الكاركتير سي هاش دو 5 اللي هو الكاركتير ان؟ شنو باش نتحصلوا لهنا كي نلصقوهم في بعضهم؟ باش تولي لي 3 4 1 سو فورم دو شين دو كاركتير، يعني 3 41 سو فورم دو شين دو كاركتير. وين باش نحطوها؟ باش نحطوها في بلاصة الإكس القديمة اللي هي 34. بعد الإي نزيدو الكونتور إي تولي 6 الإي. الإي سيزيام كاركتير اللي هو الآر مي با أن أن شيفر، يعني مش شيفر الآر. دونك مش باش ندخل للسي، باش تتعدى الكونتور إي سيتيام للسيت آخر كاركتير اللي هو الزيرو لهنا. شنو باش نعملو؟ باش نجمعوها مع اخر اكس حصلنا عليها اللي هي 341 مع الزيرو. شنو باش نحصل؟ باش نحصلو للشين 3 4 1 0. دونك الشين الجديدة اللي باش تحصلو عليها هي 3410 في بلاصة الشين هذيك نتاع الاكس القديمة 3400. هذه الفالور فينال. دونك انا هي الشين انا هي الاوبسيون الصحيح اللي باش نختاروها نكوشوها هي الاولى 3410 سوفورم دو شين دو كاركتير. وهكا نكونوا كملنا الاكزرسيس. شكون عنده سؤال في الاكزرسيس هذا؟ اكزرسيس 3 شو بلا سؤال؟ يا اخي كي نعمل كومباريزون ما بين دو شين، يعني نشوف انا الكود سكيم تاعها اكبر بالطبيعة. يعني مثلا كي نعطيك انت سي مثلا ا اصغر من بي، هل انها صحيحة؟ هذه صحيحة بالطبيعة. ليش؟ لان الكود سكيم تاع ا هذه 97 وهذه 98. يعني هو نعم عدد وحرف معناه. لا ما تنجمش لازم نفس التيب. تقارن حاجه تقارن كاركتير بكاركتير، اونتي بونتي، ريال بريال، ولا ما تنجمش تعمل كاركتير مع عدد. ليه نواصلوا؟ طب بطبيعة مش تنتبعوا البارتيسيس لأنه تعدلك في اللي تابلو. نحن باش نكملوا اللي بوكل متاعنا، قرينا البوكل بورتا باش نتعدوا لريبيتي طونك مسيو الرول متاع الأخيرة. شنو الرول متاع الأخيرة؟ هو راه ما سألكش قالك الرول، قالك أعطيني كوشي لا بون ريبونس. كوشينا البون ريبونس هي الرول. ليه؟ توا ريبيتي وطنك دي. احنا شغلنا الماضي فات عنا 3 بوكل، عنا البور وعنا ريبيتي وعنا طنك. بالطبيعة البور قريناها، شغلنا عليها البوكل بور. قلنا البوكل بور لو لازم تعرف قديش من ايتيراسيون انت بشتخل. مثلا نجي نقول لك عاود لي الرقم هذا 100 مرة، تعرف راك انت باش تعاود النيميريو هذا 100 مرة، وإلا نقول لك احسب لي الأعداد من 1 حتى لل 100 كيما في الإكزرسيس اللي خدمناه الماضي فات. تعرف روحك راك باش تبدا في الواحد وباش تكمل في
في المية باهي. مي ريبيتي وطن كو لا ريبيتي وطن كو ما تعرفش قديش باش تخدم المرة. نعطيك مثال، نجي نكتب لك اكزرسيس هذا اكزومبل نتاع اكزرسيس سيزير سيزير un entier positif. هذا ليكزارسيس نتاعي. جي قلت لك سيزير ان اونتيي بوزيتيف. لي نجي اش نعملنا تو؟ هذا ليكزارسيس نتاعي. كيفاش نعمل سيزي؟ بالطبيعة سيزي يصير على بارتير من الكلافي. كلمة سيزير اش قلت لكم المرة اللي فاتت اش معناها؟ معناها راي لير. بالطبيعة اللي مراجع يتفكر اش قلت سيزي. كي نقول كلمة سيزي يعني لير اوتوماتيك راهي ثما لير حاجة. ليه اش معناها؟ اش معناها لير؟ معناها راني نقرا حاجة على بارتير من الكلافي، يعني باش ندخل فالور على بارتير من الكلافي، باش نقرص على الكلافي مثلا خمسة اونتري صايب حط. ليه؟ مادام هو قال يعطاني أول حاجة ريبيتي والتونكل، باش نكونوا واضحين لازم عندك كونديسيون يا جماعة. اون جينيرال تخدم الريبيتي والتونكل وقتاش؟ إذا عندك كونديسيون، مش كيما البور. بور تخدمها ما عندكش كونديسيون، جيست تعرف قداش باش تخدم المرة تخدم اوتوماتيك على البور. مي في البوكل ريبيتي والتونكل لازم عندك كونديسيون، هذه هي بوان هامة. باهي لهنا الكونديسيون تاعنا هو شنو؟ قال لي اقرا عدد بوزيتيف، نحب عدد بوزيتيف، نيجاتيف ما نحبوش، نحب كان بوزيتيف. باهي كيفاش باش نعمل؟ مثلا باش نكليك على الكلافي من الاول ندخل لك الفالور موانزا ونعمل اونتري لهنا. هل انه باش يقبلوا؟ لا ما لازمش يقبلوا لانه نيجاتيف. المره الثانيه باش نعمل موان دو ما يقبلوش، نعمل موان سون ما يقبلوش. اكتب له واحد ان سي تان نومبر بوزيتيف يقبل مريق. هذا ليه قداش خدمت المره تو نومبر دي تيراسيون؟ قداش عملت المره لهنا؟ خدمت هذه واحد اثنين ثلاثه اربع مرات خدمت. واضح في الـ في الـ في المحاوله الاكزامبل اللي عطيت لكم تو خدمت اربع مرات. نعاود مره اخرى نجي باش نعمل السي زي مره اخرى نكتب له خمسه يقبلها ولا يقبلها؟ على شي ان نمبر بوزيتيف قداش خدمت المره في الاكزامبل هذه؟ مره واحده. نجي نعاود مره اخرى نعطيه الاكزامبل الاولاني موان سون ما يقبلوش غلط، موان دو ما يقبلوش، موان سيس ما يقبلوش، موان ويت ما يقبلوش، موان ديس ما يقبلوش، عشرة يتقبل. دونك قداش خدمت المرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. في الإكزامبل الثالث هذا خدمت ستة مرات، يعني البوكل ريبيتي ولا التونكو خدمت في ستة مرات. دونك لهنا النومبر دي تيراسيون في الريبيتي والتونكو ما نعرفش قداش باش نخدم المرة ألافونس. معناه كيما نجم نخدم مرة واحدة، كيما نجم نخدم مرتين، عشرة مرات، مية مرة، شنو هو اللي يحكم فيها؟ يحكم فيها الفالور اللي باش ندخل ونفس في البوك. كان دخلت الفالور كيما الإكزامبل الثاني هذا، هاك الآن فالور صحيحة من الأول، وين خدم لي مرة واحدة، خلاص دخلتها في الكاتريام يخدم لي أربع مرات، دخلتها في السيزيام يخدم لي ستة مرات، أنت والإكزامبل. دونك لهنا ما عنديش حاجة محددة، نومبر دي تيراسيون ما نعرفوهاش من الأول، يعني أنت باش تبدا تخدم 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 تحط دي فالور، وقت اللي يكون الفالور صحيح هو وقتها هذاك النومبر دي تيراسيون تاعك. مي البوكل بور لا، بالعكس البوكل بور تعرف أنت من الأول، من الأول أوتوماتيك يقول لك راك باش تحسب لي مثلا 100 مرة وتحبس، راك باش تعمل لي كالكيل نتاع حاجة ان نمبر دو فوا، مثلا باش تحسب لي 10 فوا الحاجه اللي كتعاودها 10 مرات وتحبس. دونك النمبر دي تيراسيون في البور نعرفو من الاول، ما نجمش نخدم البور كان كيفالك نعرف النمبر قداش باش تخدم المره. في ريبيتي والتونتو لا، كيما عطيتكم تو ليكزومبل باهي. دونك شنو نشدو تو في ريبيتي والتونتو؟ ريبيتي والتونتو النمبر دي تيراسيون ما نعرفوش في البدايه كي نبدا نخدم، راني لازمني ما نعرفش قداش باش نخدم المرة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة وقتاش نخدم بريبيتي وطونكو كذلك عندي كونديسيون. الكونديسيون تاعنا في الإكزامبل هذا شنو؟
أنتي بوزيتيف. فنعطيكم مثال آخر نزيد تفهموني به أكثر. به نفسخ هذا. مثلا نجي نقول لك إكزومبلين طبعا. نجي نقول لك سيزير إن شين دو كاركتير دو سيزير إن شين دو كاركتير دو تاي ماكسيمال سيزير إن شين دو كاركتير دو تاي ماكس إيجال أ ديس مش ما نبقاش نكتب تها ماكسيمال وديس يعني شنو الكلام هذا اقرا لي دونك اوتوماتيك سيزي هذه يعني دير كالعاده شنو باش نقرا شين دو كاركتير تاي ماكسيمال نتاعو شنو ديس معناها راهو التاي نتاع الشين نتاعي محصور ما بين شنو وشنو صفر والعشر مش كونديسيون هذا مادام كونديسيون هل انا باش نخدم بالبور لا باش نخدم بالريبيتي انت مخير باش تخدم بالريبيتي والا طونك واضح توا نرجع لك ليكزومبل اللي خدمناه الاولاني سيزير ان اونتي بوزيتيف باهي اونتي بوزيتيف هذيك كيفاش باش نعملوها بالريبيتي باش نكتب ريبيتي وباش نعمل لير مثلا فاريابل باش نسميه ان نفترضوا الان هو الانتي بوزيتيف جيس كاشنو سوبيريور او ايجال زيرو ما قلتش ستريكتومون بوزيتيف قلت بوزيتيف فرق ما بين ستريكتومون بوزيتيف لازم يكون ان سوبيريور زيرو مي بوزيتيف سوبيريور او ايجال زيرو هذه في ال في الالغوريتميك في ال في البيتون تاو اش تولي الوحده هذيك الريبيتي جيسكا في البيتون تولي لنا وايل نوت كيفاش نكتب وايل بالطبيعه هذيك خلينا تنرجعو وايل نوت شنو نحن لهنا اول حاجه الكونديسيون تاعي شو الكونديسيون تاعي شنو احنا حاجتنا بيه تنفلو لهنا وايل نوت ونعمل دو بوان تاعي ولهنا باش تكتب شنو اللير لير ان في البيتون شنو تود انبوت يعني ان ايجال شنو ان ايجال ان ما تنسوهاش الان سي تانونتي لانه انبوت ولهنا راه مش لازم كل ميساج هذا دوني ان ولا دوني ان هذا راه مخير فكيفاتي دوني ان نجم ما تحطوش اصلا وبالطبيعة هذه زاد البر راهي اولها هنا يعني ان كيف كيف نعاودوها نفسها ان وتحط نفس اللي كتبناه لهنا ان انفو دوني ان دي الكونديسيون اللي هنا شنو هو وقتيش لازمني ندخل للبوك الوايل اللي هنا اللي هي ريبيتي نحنا مانا باش نقرو الان متاعي المرة الاولى البرة من البوك نفترض عطيتو موان سانك وقتيش ندخل نعاود نطلب من هنا وقت اللي هو not superior و equal 0 يعني اذا هو مش superior و equal 0 شنو باش نعمل باش نعاود نزيد نطلبه من جديد يعني تعكس لهنا شفت كل نوت في الريبيتي تعكس الكونديسيون تاعي لان الريبيتي عندنا ما يسمى بالطونكور وعندنا الريبيتي الفرق ما بيناتهم في النوت هي اذا ما عملتش نوت راك تحكي على طونكور اذا عملت النوت راك تحكي على الريبيتي واضحه لاني ما فهميش في البيتون ما فهميش بوكل اسمها ريبيتي جيسكا باش نكونوا واضحين هذاك علاش هما تلزوا يعملوا شنو يعملوا لك النوت هذه باش تفرق بها ما بين الطونكو والريبيتي كان انت لقيت وايل فقط راه يحكي لك على الطونكو
كان لقيت النوت راك تحكي على الريبيتي. نعم وقتاش نستعمل الريبيتي وقتاش نستعمل مبدئيا حاليا نستعملوهم الزوز. خلينا تو نفهم الفرق من بعد. خلينا تو كي تفهم وقتاش الفرق ما بين البور والريبيتي والتونكير. حاليا شدولي بربي يا جماعه سكروا الميكروويف نتاعك. حاليا شدوا انا البوكل بور لازم تعرف النمبر دي تيراسيون نتاعها. في الريبيتي والتونكير ما نعرفوش النمبر دي تيراسيون. تو بعد نفرقوا ما وقتاش باش نستعمل الريبيتي والتونكير. مي شنو راهو اي بوكل ريبيتي تنجم تستعملها زادا في التونكير. معناها تنجم انت تخدمها في نفس الوقت. واحد يخدم الخدمه نتاعو بالريبيتي وشخص اخر يخدمها بالتونكي والزوز صح. معناها خدمه تنجم تعوض لك خدمه اخرى تعطيك نفس النتيجه بلغه اخرى. به لهنا شحال نقلبوا كونديسيون هاكا حتى ان سوبيريور ديال زيرو بزاف. ماي بالنوت هي تقلب. النوت هي تقلب واضح. هذيك شنو نقصد نقلبوا الكونديسيون يعني كي تحط انت نوت هذيك انت قلبت العكس راه كي تعمل. اش معناها نوت ان سوبيريور ايجال زيرو؟ شكون يعطيها لي؟ هاي صحيت انفيريور ستريكتومون ا زيرو. هذه هي اش معناها. كنت تنجم تكتب كي نحولوها هذه بالواي يا جماعه. شنو تكتب؟ تكتب واي ان انفيريور ا زيرو. هاي ولد بالطونكور واضح. دونك هذه وايل نوت هي ريبيتي. وبالطونكو شنو تعملوا لهنا؟ بالطونكو ما تستعملش كي نوت تقلبها طول الكونديسيون تاعك. لهنا اش عطيكو في الجي سكار؟ عطيك ان سيبريرو ايجال زيرو. في الطونكو تعكسها. شنو العكس نتاعك؟ ان انفريرا زيرو. واضح ولا؟ يعني لهنا خليني نزيد من نفسخ الفرصة وكم نقول لكم هنا الريبيتي ما نكتبنا ريبيتي جيسكا ودي عملناها بالطونكو. الطونكو كي نكتب طونكو مثلا بالالغوريتميك طونكو شنو باش نعمل الكونديسيون تاعي؟ ماكس ماكس كيما عملنا فهم طونكو ان انفيريور زيرو في وتختم الخدمه نتاعي فهم طونكو. دونك في الطونكو شنو يصير؟ الكونديسيون اللي موجود في الريبيتي انت تعكس. هذه باش تسمى لك شنو؟ باش تسمى لك انك تخدم بالبوكل تونكو. في الريبيتي تستعمل النوت هيك. هذا الفرق ما بين الريبيتي والتونكو. باهي هذه اول فرق بطبيعه. مش كان هذا الفرق باش نفرقوا معناها الانسان يحب يعرف شنو الفرق ما بين الريبيتي والتونكو. عندنا فروقات اخرى اللي هما الفرق الثاني انه الريبيتي مينيموم قديش من تنجم تخدم المرة. أقل حاجة قديش من إيتيراسيون تخدم. الريبيتي تخدم واحدة برك على الأقل مرة برك. الريبيتي الطونكو تنجم ما تخدمش أصلا ما تدخلهاش زيرو يعني. هذا الفرق الثاني. شنو آخر عندنا؟ عندي سؤال بالله. أي شنو؟ توكي يقول اللي ريبيتي تخدم مينيموم مرة معناها يقصد لي مثال في الاكزامبل هذا يعني حاجتك الان اكبر من بر انا كي نعطيه خمسة مثال ريبيتي تخدم وقت ولا ما تخدمش؟ طبيعة خمسة انت وين دخلت؟ اش معناها رو ام انسيل فوا؟ يعني انت كي تبدا شوف الفليش اللي باش نعمله انا تو انت باش تدخل للريبيتي دوب ما دخلت لهنا هذيك المرة الاولى بدات. فهمت. توا دخلت قريتك الخمسه اللي حكيت عليها انت شي تسجيلك الكونديسيون بري يخرج قداش خدام المار ها وين المار لو يزيد يرجع تولي دو يزيد يرجع مره اخرى تولي تروا. مي طونكو كي احنا كتبنا لهنا ان طونكو ان انفيريور زيرو نحن مانا بطبيعتنا باش نقرو الان البرا ولا نجم يعطيها بوزيتيف كي نعطيها خمسه اللي حكيت لي عليها انت لهنا قريت الان خمسة طونكو هل انه الخمسة اصغر من صفر؟ لا مش باش يدخل حتى مرة يخرج تعدى يتجاوز لانه الان ايجال سان خدمتش المرة دخلتش المرة لهنا دخلتش زيرو فوا ما خدمتش حتى مرة في الطونكو. دونك المينيموم نتاع الريبيتي ان سيل فوا يعني ان سيل فوا
طونكل نجم ما تخدملكش حتى مرة. هذا الفرق الثاني. شكون عنده سؤال هنا؟ هذه هي ريبيتي والطونكل باختصار، لازمنا نخدموا عليهم اكزرسيسات باش نفهموهم. توا هي اللي لازم نعرفوهم في الطونكل والريبيتي والبور. شكون عنده كيستيون في لي بوكل تاع توا باش نولوا نخدموا في ديز اكزرسيس؟ راه صحيح كملنا في لي بوكل نتاع. شكون عنده كيستيون قبل ان تعدوا الاكزرسيس؟ فاهمين نجمع كل شنو المشكلة هنا؟ يعني كيف قلت بيه في الريبيتي بيه في الريبيتي لهنا نحن أول قبل الريبيتي مش باش نعمل حد شيء لهنا. في الريبيتي كي ندخلوا أول مرة دوب ما ندخل شنو تتسمى لي هذيك؟ تتسمى لي إيتيراسيون، يعني بديت في إيتيراسيون في وسط البوكل، يعني دخلت للريبيتي تسمى لي واحد واحد. باهي كي نجي ندخل الفالور دو ان دير ان، نفترضو دخلت موان سانك هذيك المرة الأولانية، كي تستي الموان سانك هل أني أكبر من صفر؟ لا مش أكبر من صفر. دونك بشنو باش يعمل؟ باش يعاود يرجع لي للريبيتي من الأول. كي نرجع للريبيتي من الأول شتتولي؟ تتولي لي الثانية تو، تو باش نبدا في العملية الثانية في الكتير الثانية. باش يزيد يقرا لي الان جديدة، نفترض عطيته خمسة المرة دي مش موان سانك، خمسة. دونك يتستي جيسكا ان سيبريور زيرو بري يخرج. قداش خدم المرة في الريبيتي؟ خدم مرتين. باهي نعطيك اكزومبل اخر. مثلا جيت دخلت للريبيتي عطيته عشرة في اللير ان، عطيته ديس ديس لهنا، هل اني جيسكا ديس سيبريور ايكال زيرو بري؟ كونديسيون بري. دونك باش يخرج قداش خدم المرة كي عطيتو العشرة؟ انا خدم مرة واحدة ولا هذه تتسمى مرة، يعني هو باش تحصل على اللي حاجته بيه اللي هو النمبر بوزيتيف خدم مرة. مي طونكو نفترضو احنا طونكو لهنا، طونكو ما اوتوماتيك انت اللي كتير باش تكون البرة الاولانية. علاش؟ لانك انت باش تقارن الان، اذا ما قريتهاش الان البرة باش يخرج لك الرد. دونك لازمك تقرا الان اول لكتير في الان اول سيزيم تاع ان تقراها خارج البوكل طونكو، ومن بعد تقارن نتاعك. نفترضوا ندير ان لهنا عطيتها 10، كي نجي نتست الكونديسيون تاعي لهنا طونكو، هل اني الان اصغر من 10؟ 10 اصغر من 0؟ 10 اصغر من 0 ولا أكبر؟ دونك ما دام الكونديسيون فو هذا، هل أنه باش يدخل للطونكو؟ مش باش يدخل. لا مش باش يدخل. دخلتش فيها مرة تو، ما دخلتش فيها حتى مرة. دونك قداش خدمت المرة؟ صفر. زيرو فوا يعني ما خدمت، ما دخلتلهاش حتى مرة. وقت اللي تحصلت على النومبر بوزيتيف نتاعي 10 ما دخلتش حتى مرة. دونك في الطونكو اللي هنا او مينيموم، او مينيموم باش نتحصل على النومبر والا باش نحصل على الكونديسيون فيريفي نتاعي، طونكو تنجم ما تخدمش حتى مره، يعني زيرو فوا النومبر ديتيراسيون تاع البوكل طونكو ينجم ما يخدمش حتى مره. مي ريبيتي علاش هي ان سيل فوا؟ علاش؟ لانك اللي كتير فوسطها، معناها على الاقل راك باش تقرا مره فوسط البوكل طونك، فوسط البوكل ريبيتي. هذيك علاش في الريبيتي مينيموم باش تلقاها واحد، وفي الطونكو باش تلقاها زيرو، لان اللي كتير في الريبيتي موجوده في وسط الريبيتي، لكن اللي كتير في الطونكو موجوده لبرا. هذا السبب الثاني اللي يخلي الطونكو ما تخدمش حتى مره والريبيتي تخدم لك مره. ومع مع الاكزرسيسات يا جماعه تزيدوا تفهموا، حتى اذا ما فهمتوش توا كومي فول الحديث نتحدث فيه، ما مش اشكال اللي بيه الفائده شنو تفهم. تشد انو البوكل فور تخدم لك وقتاش تخدم بها، كان كيظلك عندك النومبر ديتيراسيون معروف. في الريبيتي والطونكو وقت اللي عندك كونديسيون اون جينيرال نخدم، كيظلك عندي كونديسيون نخدم بالريبيتي والطونكو. شنو هو الفرق ما بيناتهم في الريبيتي والطونكو؟ في الريبيتي والطونكو في البيتون في الريبيتي تكتب وايل نوت، في الطونكو تكتب وايل فقط.
والنمبر دي تيراسيون في الريبيتي تخدم مرة واحدة في التونكيو تخدم زيرو فوا على الأقل بطبيعة نحكي مش ديما ده توا نخدمو ديز اكزرسيس. شكون عنده كيستيون؟ شكون عنده كيستيون يا جماعة؟ استغفر الله. مرحلة ما حضرتش اكزرسيت مين كان شكرا كان اكزرسيت لحظة نعطيكم اكزرسيس. الاكزرسيس نتاعنا الاولاني اكرير ان بروغرام كي بيرميت دو فيشي لي نومبر بير de 1 à 10. On va l'exercice de l'air. Écrire un programme qui permet d'afficher les nombres pairs de 1 à 10. Là, je vais vous dire comme le book que je vais vous donner. Book pour à la خطر عن النهاية. لأننا نعرف مين باش نبدو مين باش نكملو. دونك شنو باش نعملو لهنا؟ فور منين لمنين؟ فور اي دو ان اديس فير. اي شنو باش نعملو فوسطها تو؟ قالك كي بيرمي اش معناها افيشي؟ شنو الانستركسيون اللي باش نستعملوها في الافيشاج؟ اكرير دونك شنو باش نكتبو؟ شنو باش نكتب؟ افيشي لي نومبر بير بالموت قال زيرو. الو سي شنو؟ بالموت دي البار تمشي. خلينا في شكون يحب يتكلم. لا شكون يحب يجاوب؟ اي مود دي ايجال زيرو. سي اي مود دي ايجال زيرو. دي ايجال زيرو. الور شنو؟ دي دي الور مود ولا دي؟ دي علاش شنو الفرق بربي؟ انا فسرت هذا المود وشنو الديف والمود. شنو الفرق ما بين المود مود هي ونحن في المود؟ وقتاش نعرف عدد يقبل قسمه على عدد؟ معناها تير معناها مثلا كات كي نقسم على 2 تعطيني 2 والباقي 0 هذا المود. الباقي هو اللي حاجتي به. أنا حاجتي بالباقي، وقت اللي عدد تقسمو على عدد والباقي نتاعو صفر، يعني هذاك يقبل القسمة على العدد الثاني. دونك المود باش ناخدو بها مش في الديف، الدو هي الديف. دونك لهنا سي إي مود دو إيكال زيرو، ألور شنو باش نافيش؟ نافيش شنو؟ إكرير بير. لا قلتلك ما بديكش إكرير بير، قلتلك أفيشي
لي نمبر بير ما قلتلكش تقول لي بير ولا امبير لي لازم 2 4 6 8 9 شنو شنو بالنسبه تكرير لي نمبر بير اه عندي لا شفت لهنا تكرير اي الاي يا جماعه نحن شنو في شنو نتستو نحن تو هون نتستو في الاي هل انها بير ولا كان الاي بير شنو باش نافيش باش نافيش الاي فانسي بطبيعة الفانسي تكون تحت السي بالضبط والفان فور باش تكون تحت الفان فور بالضبط هذه ميثود الاولانيه شكون عنده ميثود اخرى نجمو نعملوها بميثود اخرى سمعتها قبيلة راني الميثود اللي تم واحد قبيلها نجمو نعمل اي تبدا من زيرو انف ونحط الباثني علاش من زيرو للناف راني قلت لك انا راني قلت لك انا في الانترفاس قلت لك متى الناس علاش بدل لي فيها من زيرو للناف على خاطر واحد مع اثنين مش تعطيني ثلاثه هي شنو المشكل نعملو 3 امبير ايه معناها انت كتبت لي اي من زيرو قلت لي من زيرو لنا خلينا نمشي معك من زيرو يعني انت باش تزيد 2 باش تولي لي 2 بعد 4 بعد 6 بعد 8 هكا هكا ولا هكا والزيرو داخله مش داخله خاطر هي من ا لدس هي مالها هكا كي تحط انت كي تقول له البور اي دو زيرو ا زيرو راه باش يلقاها بي والديس مش يا اخي هو والديس مش باش يلقاها انت ها هاني باش نكتب شنو كتبت شنو قلت لي بور اي دو زيرو انف هي اي كم شنو باش تعمل عارفين شنو باش تعمل هي كم ملاي قلتيلي با ايكال دو دونك هاني باش نكتب با ايكال دو هي هاي بلع عليا اش بك سكت هي فصل الفور فصل الفور استني شو نبدي من الدو ونعمل بادو باي نعمل هنا في بلاصة زيرو نعمل دو هك ونعمل حديث هذه حديث بي وشنو فصل بوك الكور برينت اي كرير اي بي نشوف الخدمة نتاعكم رجلة ولا بي من الأول الاي دو من بعد كات مبع سيس مبع دويت مبع ديس دون كومبرنسيب خدمة لهنا صحيح دو تولي صحيح لهنا فانفور اما مزيرو نعم سؤال مشي بلي في الميثود الاولى كي عملنا بالمود هو كي نعمل اكرير اي بيخرج لي جوست العدد لي العدد لي اللي هو انا عملته اللي هو بي مش مهم الاي باش يخرج الاي كل من ان لدي لا باش يخرج العدد لا لا ما يخرجش العدد واحد ما هي اش معناها بوك الفور ريت كل مره يخرج بوك الفور اول فالور باش يخدمه الواحد من بعد كمل الواحد باش يتستيه مش باش يلقاه بير باش يتعدى للدو باش يلقاه بير يا في شي بعد يتعدى للتروا بعد الكار بعد سانك بعد السيس سيت وي ناف ديس وصل للديس انا هم البير في الهيد عندك الدو عندك الكات عندك السيس الويت
ودي كل تستهم بالسي هذه وعمل لهم لو في الشاش بالإكرير إي. لأن خدمنا إكزارسيس قبل فاكر أول إكزارسيس خدمناه وريت لكم كيفاش تخدم البوكل بور يعني تبدأ لك الإي من الأول شنو هو الفالور اللي حطيتو لها إنيسيال ومن بعد بليس أن بليس أن وقت اللي أنت ما بدلتش الباث في الإكزامبل هذا مش بليس أن في الإكزامبل هذا بليس دو يعني الإي الأولى باش تاخذ دو من بعد باش تولي بليس دو تولي الكات من بعد كات بليس دو باش تولي إكسيس يعني البا قاعدة تزيد كل مرة دو 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 في الإكزامبل الأولاني اللي خدمناه البا نتاعنا بليس أن لهنا واضح يعني السوليسيون نتاعها الإكزارسيس هذا دل لدل يعني دو ميثود هذا تنجم تخدم هكا ولا الميثود الثاني على راحتك بي نخدم تو إكزارسيس أخر إكرير أن بروغرام كي بيرمي دو سيزير Saisir un boyer. Oui, je m'en. Écrire un programme qui permet de saisir un boyer. Saisir, je m'en ai, Golna. Biman, auto fidèle, saisir, qu'il a à dire. Tawa, chnoua. بعد اللي طلعت انك باش تعمل باللي كثير باللي تم استعمل الكلافي سيزي شنو تخمم؟ تخمم في البوك اللي باش تستعملها الاني بوكل بور والا ريبيتي والا تونكر يعني هيمن كونديسيون دونك ريبيتي كونديسيون دونك ريبيتي والا تونكر زوز فيه انت مخير ديما في اللي عندك كونديسيون حتى تخدم بالريبيتي ولا تونكر انا الاسهل لكم انتم انا انصحكم بها لما أخذ موبايل ريبيتي بي دونك لأنا مادام عندي كونديسيون شنو باش نكتب ريبيتي جيسكا شنو جيسكا الكونديسيون تاعك شنو طالب منك هو كونديسيون نحطوها لهنا شنو هو إيفوايي كيفاش إيفوايي تلا واحد كيك كلمة شنو هذي ساعة انفويل يعني شنو باش نقرا باش نقرا كاركتير يا جماعه دو سيزير انفويل يعني مش باش تقرا شيء باش تقرا كاركتير يعني لهنا شنو باش نحط كيفاش نعرف هنا الساعه كيفاش بربي هذا مشي باش نكتب باراجراف راه كيفاش نكتبوا عليه راه نقولوا عليه لحظه اللي قلت لي الكاركتر يتنظم يعني نكتب الكاركتر كاركتر يتنظم هكا هكا معناه مش بيش 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 لير لير شنو؟ ان سي اش مثلا سي ديما عملوا دي فاريابل سينيفيكاتيف سي هاش هو شين جاي من شين الان هو ديما نخدمو مع لي زونفي ولا الاعداد سي سي فان كاركتير دي جيسكا شنو؟ السي شبيه وقتاش وقتاش نقول ان كاركتير سي فان فوايي صحيح لي فويل نتاعي عندي ستة اللي هي ا من سكيل وتنجم تكون من سكيل زيادة ال أ من سكيل ال أ من سكيل ال U وال E من سكيل ال O من سكيل وال O من سكيل ال Y من سكيل
والإيجري من سكيل عنا الإي مال سكيل هذا ما هم عليه كله بالطبيعة أنتر دو كود دونك شنو بشنك جيسكا شنو جيسكا سي شبه نعملو ما جيس سيت بلا باه نعمل لك خلينا قبل الماجيس نتاو نرجعو له الميثود من بعد الثاني ابارتيان بارتيان شنو لانترفال ونحط هذاكم الكل بطبيعة تعملهم بالنسوي تنهزهم كما هما وانتم تحطوهم تركحوهم لهنا في الوحدة دي ما بينتهم بطبيعة تعمل برجيل وتحطهم كل واحدة تحط الانتر ديكور نظام يتحطوا في لهنا في الاكزامبل في ما بين الانترفال يعني أراو السي لازم تكون بارتيان للا ماجسكيل وإلى الـ أ وإلى الـ بي وإلى الـ أو وإلى الـ إجري واحدة منهم الكل ليه؟ باش نسهلو نحنا عنا ميثود أخرى اللي هي شنو؟ في بلاصة نكتب سي باش نحي ياك المينيسكيل الكل باش نعمل؟ نكتب ماجيس كيما قلتلنا ماجيس سي أبارتيان شنو؟ حط كان الماجسكيل باش ما نبقاش نكتب فيهم الكل اش معناها الماجيس الساعة الماجيس معناها تحول لي الكاركتير او ماجيسكيل ومن بعد تشوفوا هل انه هو موجود في الليست هذيك ولا لا نسيك انا ماجيسكيل متخليه كما هو اي بالضبط هاي عندك يعني زوز الكونديسيون تاعك يا تختار الاولى تحطهم الكل اللي هما 12 كاركتير والا تستعمل الماجيس وتحط كاركتير واحد باهي نعملوها توا نمشيو نخدمو على التوني نجربو ليكزومبل هذا على التوني باهي الريبيتي في البانكور في التوني شتولي why not باهي نكتبو وقت اللي الكونديسيون تاعنا واي نوت بطبيعة لهنا في الواي نوت باش نمشي نقرا الكاركتير نتاعي سي يقال شنو باش نعمل امبو عندنا تيب كاركتير في البيتون اي انا شندك كاركتير ايه معناها كاركتير لا انا انبوت تولد على شندك كاركتير لهنا الانبوت في الـ في الـ في الـ في البيتون ما عندناش حاجه اسمها كاركتير الكاركتير ياخذها سو فورم دو شين في البيتون في الالغوريثميك نفرق ما بين الكاركتير والشين مي في البيتون الكاركتير يأخذها الشين ومن بعد انت تختم عليها سوفرم دا الكاركتير هذا بس علاش السيزير عملناها قبل الواين نوت مش بعدها لانه شوف قلنا نحن مش نقولنا نحن في الجيسكا باش تولي واين نوت قلناها ولا اي وانت في الواين نوت شنو باش تسكي لنا باش تسكي السي هل انها موجودة في كلام ترفال هذاك ولا كيفاش انت تستي حاجة مش موجودة هذه نحن تو نخدمو في بيتون يا جماعة وبالنسبة للجو عادي نعملها بعد الجو هنخدمناها الجو الاثنين مي في البيتون تتبدل ما تبقاش نفس في البيتون انت ما كتبتش الواي نوت يا جماعة بربي الميكروات نتاعكم يا جماعة يا رحمة الله بيه السيل هنا وايل نوت
علاش قلنا السيل عملناها اللي كتير البرة؟ لأنه أنت في الوايل نوت قلنا ما عندناش بوكن ريبيتين احنا في البيتون، هذيك علاش نستعملوا وايل نوت. وايل نوت باش نفرقوا ما بين الوايل اللي هي التونكو والوايل نوت، هذيك علاش الكونديسيون مادام هو باش يتحط من الاول راهو لازمني السي. كيفاش نقول له السي هل انها موجوده في الانترفال هذا وهو مازال ما قراهاش؟ لازمك تقراها برا ومن بعد تلوج عليها موجوده، تستاها موجوده في الانترفال نتاعك ولا دونك باش تحط هكا. باش نجربوا ليكزومبل الاولاني ومن بعد الثاني الصوت باش نجربوا. ليه؟ هم بعد نفسهم باش تبدلهم حتى من ستيل وقت نقولوا سيرسي إيبار ولا لا انت نقول لك لا لا هي ما عندها حتى دخل بالبير يا جماعة. هي ناخذوا في الليفويل لي سي اوبر مش كل ماجستير يعني اه ولا ايه في ديال سي اي 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 الفونكسيون قول لي فونكسيون بري ديفيني صحيح كلام صحيح بي هكا نكونوا مريبلي نون كراسي هنصغر في الخط شوي باش تشوف الكل من بعد نافيشي باش نعمل نعاود سيزي من جديد وقت اللي هي مش موجودة في الانترفال هذاك باش تعاود انت تعمل تقرا من جديد حاجة. نعملو توا التيست نتاعنا كي ندخلو شوف هوني ليكزيكسيون من لوط دوني ان كاركتير باش ندخلو ويت مثلا شو نحن علاش عاملين هلا الواي نوت وقت اللي السي مش موجودة لهنا شنو باش نعمل؟ مش باش نزيد نعاود نقرا من جديد ولا نعاود يقرا هذيك علاش عملنا لهنا فسطة باش نعاودو لي كتير من جديد دونك كي ضلك غلطة باش نعاود نعمل لي كتير جديد هذيك علاش عاودت لي كتير نفسها الداخل لهنا هوني عطيته 8 عطاني قال لي دوني ان كاركتير مثلا تي كيف كيف دوني نعطيه الاي تو هوني مريد الكامل اخرج الاي لانها بوي واضح تو باش نعملو مشيو تو كان مثلا خدمت انا مي عاودش يقول لي دوني ان كاركتير صيح باش ما عادش يخدم لي لحظه تو نبدلوها بالتونكي لحظات تو نجربو ليكزومبل الثاني ومن بعد نقول ال سي بوان ايبير هذه الفونكسيون ماجيس باش نحي المين سكيل الكل ونعاود نفس الخدمة تو باش نعطيه مثلا تي يقول لي لا نعطيه تي لا نعطيه تي يقول لي مريق لو نخرج صي مثلا نخرج اوتوماتيك هذيك مريق باهي تو قلت لي كي نعمل ال التونكو شنو عاودني جبت لي في التونكو في التونكو معناها ما يقوليش دوني ان كاركتير كان مثلا نعطيكو تي ولا عدد لا لا يعاود راهو في جميع الاحوال في التونكو تونكو ما نعرفش قلت لي قلت لي راهو زيرو معناها يعطي ما يدخلش ولا ما عرفش انا اكزومبل ذكرني انا هو ليكزومبل زيرو قال لك المينيموم معناها ما تخدمش في شنو ذكرني انا كنت ما فرق بين الريبيتي والتونكي ريبيتي تنجم مينيموم وحده تنجم هذيك هذيك حاجه نحكي على حاجه اخرى انا مش نحكي على هذه وقتها قلت لك هذيك تفسير مش هذيك هي ما فهمتهاش انا ما نعاود تفسر الريبيتي والتونكي راني عاودتها لهنا الريبيتي مثلا الريبيتي هنا كي تجي تدخل من لو كي ندخل للريبيتي باش نخدم اللي فوسط هذيك تتسمى ايتيراسيون دخلت لهنا شنو باش نعمل اول حاجه باش نقرا لير سي باش نقرا كاركتير عطيته مثلا الاو ماجيسكي تجي تستي في الجيسكال هنا
سي موجودة في الـ ماجسكين موجودة يخش كديش خدم المرة لهنا في الإكزامبل دو مر كنجي نعمل بطنك يعني باش نكتب لير سي وبعد نعمل طنك السي appartient pas à l'intervalle de calcul. معنى قلنا نعكسو على الطونكو. أي. نعكسو ريبيتي. شي عاود يقرأ الكلير. سي نتاعو جديد. بي. لير لهنا يا تسمع فيه سألتني. لير لهنا. كنجينا نعطيك نقول لك راني قريت ماجيسكي. يجي تستي هو التونكو نتاعو هل اني الاو ماجيسكيل مش موجوده يعني اللي حاجته بها هو لهنا هي اصلها موجوده دونك الكونديسيون نتاعو غلطه لهنا مش باش يدخل للتونكو اصلا علاش لاني انا حاجتي بفوايي وهذا فوايي هل اني باش ندخل للتونكو مش باش ندخل دونك لهنا ما دام ما دخلتش للتونكو كيفاش خدمه المره خدمة صفر نعم سيأخذون طنكي في البيتون مثال هذا لا لا هذه شنو باش يتبدل كي نعملوها طنكي مستيو مش ماجيس ماجيس تقبل من الماجيس كي البرتا سامحني شنو ماجيس بها أنا تقبل كن الماجيس كي يعني هي انا عملنا لها ماجيسكيل انا ما عملنا لها ماجيسكيل يعطيني الكاركتير من سكيل لا لا هي راي هي شنو تعمل لك انا مش هي تقبل الماجيسكيل بارك لا راي الابر هذه ريبير هذه راي شنو تعمل هذه تحول لك الماجيسكيل الكاركتير سي اللي تدخله انت ما دخلت تي من سكيل باش تحولها هي ماجيسكيل ومن بعد تقارنها موجوده لهنا ولا البي من سكيل باش تحولها ماجيسكيل وتقارنها تشوفها موجوده لهنا الاي من سكيل الاي هذيك تحولها ماجيسكيل هاي باش تلقاها لهنا هاي فهمت الايبير هي تحول ماجيسكيل مش هي ما تقبلش من سكيل تحول كي تعطيها حاجه من سكيل تحولها لك ماجيسكيل فهمت باهي ناخذوها بالكمبيوتر بطبيعه النوت هذه باش تتنحى بيه وكي تتنحش قلنا نحن على الكونديسيون لازم يتبدل دونك كيفاش نبدلو هذا العكس بالضبط احنا قلنا سي اي بير موجود في هذا شتا نقولوها تتولي طويلة شوية لا ابارتيا ما عنيش حاجة اسمها هنا ابارتيا با شنو باش تولي سي بوان اي بير ديفيرون دو ا تتقسمها الكونديسيون تاعك البرشة واحدة كيما هي يعني باش تعملها ستة مرات ديفيرون دو او علاش مسيو فيها كفرمان هاك قلت لي اعملها بالطونكو لا علاش نعاود في اند مش نعاود فيها كل مرة كاركتير اي او 6 اللي سلي بواي 6 مش تعمل السيس بواي لان ما عناش نحن في البيتون ما عناش حاجة اسمها ابارتيان عنا الابارتيان ليك الابارتيان با شنو باش تكتب ما عناش نابارتيان با دونك باش تعملها شنو نقول لنا احنا جريت ار تعمل اي ماجيسكي عندنا الا والا والجريت والاي والاي نصيب الاول لهنا وقت اللي الكاركتر نتاعي ديفيرون نتاع الاماجيسكي وديفيرون للا وديفيرون للاي الستة هذوك شنو باش يعمل باش يعاود يقرا لي كاركتر جديد نجربو نحن عطيتو مثلا او
شفت كيفاش خرج ما خدمش حتى مرة؟ واضح ولا؟ كي نعاود تو نعطيه مثلا بي شي يطلبني يقول لي يعطيني مرة أخرى، نعطيه ام يطلب مرة أخرى هاش، نعطيه اي يقول لي صاي مريك. دونك لهنا وقت اللي تستعمل الوايل لازمك الكونديسيون تاعك تعكسهم الكل، يعني الكونديسيون اللي عندك في الريبيتي تعكس هذيك هي العمليه. كيفاش شكون عنده كيستيون على الريبيتي والتوتل؟ تو نزيدو نخدمو اكزرسيس انا، اما شكون عنده حاليا كيستيون مش فاهم حاجه؟ بي نخدمو اكزرسيس شكون بيتون؟ بيتون لا عادي ما قالكش تحب تعمل، تحب تعمل بارونتيز لأنه تسكرها في الآخر عادي ما قالكش ما يأثرش. طب إكزرسيس اكرير ان بروغرام كي بيرمي دو سيزير ان شين دو تاي بير اي بوي بوي بعد شنو باش نعملو في افيشي دا صوم دي شيفر اكزيستون دون سي هاش سيزير انشين سي هاش. شنو باش نعمل هنا؟ قالك اكري ان بروغرام كي بيرمي دو سيزي. اول حاجه باش نقرا الشين نتاعي، باش نعمل لي كتير نتاع الشين، باش نقرا الشين اسمه سي هاش، عطاني اسم التاي، قال نحب التاي نتاعو بير، هذا كونديسيون. الكونديسيون هذا شنو يخليني يذكرني اني باش نستعمل البوك دور في سي والا طونك ولا في الشاش. شنو باش يعمل؟ باش يبين لي اني باش نعمل الانستريكسيون اكري ثم اكري ولا سون دي شيفر اكزيستون دون سي هاش. معناها مثلا باش نحسب الشيفر السون نتاعهم سي هاش، مثلا افترضوا هذا الشين نتاعي ا بي ولا ا ان 1 5 سي هاش 9 او تي ب. شنو باش يفيشي لك لهنا؟ واحد مع خمسة، ستة مع تسعة، خمستاش مع اثنين، سبعتاش، يفيشي لك اس ايجال دي سي. دونك انت شنو باش تعمل المراحل؟ اول حاجة باش تقرا السي هاش نتاعك، هذه المراحل الاولى. من بعد لازم كونديسيون على الشين نتاعك، باش تعملها كونديسيون. من بعد باش تحسب الصوم تاع لي شيفر، ومن بعد باش تافيشي الريزلتان تاعك. كيفاش باش نبدو لهنا؟ أول حاجة شكون يعطينا كيفاش باش نبدو بالضبط؟ يعني أول حاجة شنو باش نبدو به؟ أول شيء ريبيتي شنو؟ سي بوند ريبيتي لير سي هاش. مادام قال لك سي زير باش نعملو لير جماعة ربي سكروا الميكرويف يا جماعة، اللي يحل ميكرو يسكروا باش ما يبقاش يعمل في الحس، ومن بعد هو لو كيحب يزيد يدخل
يتكلم يحلوا من جديد. نير سي هاد جيسكا شنو؟ شنو الكونديسيون اللي عندنا اللي قلناه؟ جيسكا لونج جلاسياج مدة إذا قلنا زيرو. بالضبط، لأنه قال لك الطاي جيسكا شين سياج دو طاي. دو طاي بير، لازم الطاي نتاع اللونجور بير. كيفاش نطلع اللونجور نتاع الشين نتاعي؟ فونكسيون نطلع لي لونجور دو لا شين. اللي هي الفونكسيون لونج سياج. وباش نتستيه بير شنو؟ نقسمو على اثنين بالمود دو كان هي ايجال زيرو هذيك امورها امريكا. هذا بالنسبة عملنا سيزي تو صاي سيزي امورها امريكا. هذا الكل خدمناه اهو هذه المرتبة او البارتي ان. تو لازمنا باش نحسبو الصوم وبعدنا في شيء اخر مرحلة هي لافيشاج هذه الثالثة والثانية هي الصوم. كيفاش باش نخدموها الثانية؟ الفاب دو بالبوك البور فور ايد زيرو ار لونغ سي هاش ان وانزا زيرو ار لونغ سي هاش وانزا. هذه قلت لكم عليها المره اللي فاتت. شو قلت لكم؟ قلت لكم نعطوا الاس زيرو مسيو قبل صحيت. شو قلت لكم المره اللي فاتت؟ شفت لهنا كيبالك اكزرسيس تشبه اللي تعاونكم في الريزونمون في الريزولوسيون تاع لي بروبليم نتاعكم. كي تشدوا لي بوان هذا اللي عطيتهم لكم عندك سوم راك باش تعمل اس ريسوا زيرو وعندك شين راك باش تباركوريه بالبور من زيرو للونج سي هاش موانزا سي. علاش لهنا استعملت البور؟ لأني الشين متاعي نعرف اللونجر متاعه بالفونكسيون لونجر طلعت اللونجر ونعرف أنه مين باش يبدأ. دونك الفالور إنسيال مين باش يبدأ نعرفها والفالور فينال مين باش نكمل نعرف. دونك البور أوتوماتيك باش نخدم البوك البوك. شنو باش نعمل لهنا؟ فور إيدو زيرو ألونج سي هاش موانزا لازمني نجمع كان لي شيف باش نعمل سي سي هاش دو اي بين زيرو ون محصورة بين زيرو ون زيرو ون زيرو ون بطبيعة صفر عندو كاركتير متنسوش منحطوهاش ارقام. يتحط هذه ارقام غالط لاني لهنا هذا كاركتير نجمش تقارن كاركتير بعدد. ألور شنو باش نعمل؟ اس بلس فالور دو سي هاش دو اي. الفالور دو سي هاش دو اي شنو هي؟ سي هاش دو اي سي تان كاركتير باش نحولها لعدد وباش نجمعها مع الاس القديمة. ولهنا فان سي فامبو ومن بعد باش نعمل لك الاكرير اس ايجال اس وهكا نكونو الاكزرسيس كملناه. شكون عندو كيسيون؟ نجمو نخدمو بالطونكو مسيو؟ نعم نجمو نخدمو بالطونكو. طونكو لهنا اون جينيرال كيفاش تخدم بالبور ما عندكش الحق تستعملها بالطونكير ولا ريبيتي. علاش؟ لانه لهنا لا لا في الكونديسيون اللي قبل ريبيتي نجم تبدلها بالطونكير. انا راهو شفت انت اما نقولوا نحن اوقات تستعمل فيها ريبيتي افضل واوقات تستعمل فيها الطونكير افضل. في شنو الافضليه؟ الافضليه برك اللي حكينا فيها نومبر ديتيراسيون. انتم توا أعطيك تخدم خدمة صحيحة وكهو في الليبون تاعك لكن في الفاق وقتها كي تخرج وتتعتنش ما إن شاء الله لم بيسر وقتها باش تولوا تخموا فيما خير. معناها وقت اللي لازم تخدم بالريبيتي لازمك تخدم كان بالريبيتي. وقت اللي لازمك تخدم بالطونكور ما لازمكش تخدم بالريبيتي لازمك تخدم بالطونكور. دونك لهنا أعطيني سوليسيون صحيحة تعطيك نتيجة صحيحة وكهو انتوما بالنسبة للمستوى نتاعك. يعني انت توا كي تخدمها بالريبيتي ابسط الطونكو تنجم تخدم. شنو باش يتبدل فيها؟ باش تكتب طونكو الكونديسيون هذا باش تعكسو. وقت اللي لونغ سي هاش مود
الدو ديفيرون دي زيرو شتاو تاخد سي شتاو تعمل ليا سي هاش واللي سي هاش لا ولا البار ما يبيه شنو بشي طريق زو صحا مي ريبيتي هي اللي هنا الابسط ونشوفها مش يبدا كيف تبدا سي هاش سي هاش سي هاش يعني سي هاش مش بير تا من تعطوش نخدم البور البور لا 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 شوف الجيسكا ما يخرج منها الريبيتي جيسكا كان الكونديسيون هذا صحيح يعني انت نفترض وعطيته واحد اثنين ثلاثة الشين متاعك الطاي متاعك ديش ثلاثة ثلاثة مش يبير دونك شنو باش يعمل باش يعاود يرجع للريبيتي من الاول ويزيد يعاود يطلب منك شين جديد عطيته نفسها يزيد يعاود ويطلب يبقى في الانفينين وين يحبس يقعد 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 يبقى يطلب فيك يطلب يطلب جيسكا تعطيه مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة التايم تاعه أربعة دونك يخرج ما يسيبك من السيزين تاع الشين كان كي انك تعطيه ان شين الكونديسيون تاعه غير فيه معناها التايم تاعه تيك فهمت كيفاش والطن كو تي ما تاتي واش يسبب طول الوقت وما كملش معاك الطن كو انت ما شنو باش تعمل باش نعطيكم تاو نزيد نفسر لك ليه فنخرج اي الطن كو شنو باش انا باش نعمل لكم بالطن كو هذيك باش تعمل لير البرة لير سي هاش ومن بعد باش تعمل طن كو الكونديسيون هذيك باش تكتبو نفسه جيسك تعمل جيسك تعمل الكونديسيون تقلبها جيسكا مود 2 في بلاصه اللي تكتب ايجال 0 تعملها ديفيرون دي 0 فير ومن بعد تعمل لير سي هاش لهنا نفس فهمت دونك بي هاني تا ناخذ اكزامبل تو تفهم بيه نفترض اللير نتاعي من الاول عطيت وكل واحد 2 3 نتاع اللي خديناه في الاكزامبل القبيل تايم تاعو قديش هذا تايم تاعو 3 ولا لونغ سي هاش 3 مود 2 ديفيرون دي 0 ديفيرون دي 0 دونك باش يرجع يطلب منك تدخل حاجه اخرى علاش لهنا لاني 3 كي تحصل نفس الشيء نفس الشيء نتاع البيتي حتى هو يطلب مني مره اخرى طبيعه لهنا علاش عاملينها دونك عاملينها ما يدخلهاش وقتاش في حاله واحده اذا انت حطيت له الشين من الاول صحيح حطيت له مثلا ا بي سي دي مثلا كافي تايم تاعو 4 الأربعة عدد زوجي كيجي تسلي هو الأربعة مود باش يلقاه إيكال زيرو الكونديسيون تاعو غالطة مش باش يدخل للطونكو يخرج طول مش باش يطلب منك اللير سي هاش لأنو اللير سي هاش ما يطلبها وقتاش كان إذا أنت عطيتو الكونديسيون غالط معناها ال 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 النومبر تايم تاع الشين نتاعك عطيتهولو بير أمبير مش بير وقتها باش يعاود يطلب منك يدخل للطونكو يعاود يطلب منك فهمت ولا؟ واضح ماشي بالله سؤال نعم تو بالله كان عملنا البور فاست ريبيتي يعني شنو الريزلتا جينا فاست ريبيتي كيفاش اعطيني شنو واش كيفاش انا نرجع شوي يوم بكري عملنا ريبيتي وبعد سكرنا البوكل يعني وبعد خدمنا البور لا بطبيعه لازمك ريبيتي وبعد بور كمل الريبيتي تسكرها ومن بعد تبدا البور انت شنو قلت لي خليها محلوله الريبيتي ولا كيفاش الريبيتي خليها محلوله نعمل فصل هالبور وبعد نسكر بالجيس كافي لك هو انت كيكه شفت شي عمل لك انت كي تعمل هو كيكه مثلا كي تعمل وانت دي ما تسكرهش من الاول شنو باش يعمل هو نفترض قريت له الشين عطيته حاجه مش بريفي عطيته مثلا 1 2 3 هذا مش صحيح كي ما تحطلوش انت الكونديسيون قبل البوكل بور شنو باش يعمل باش يمشي يخدم الشين هذا يخدمه بال في البوكل بور كامله لا بعد ما تسكن فهمتك يعني مش باش يعمل له التيست يعني التيست باش يصير بعد ما يخدم الخدمه كامله في البوكل بور اللي هو اصلا ما لازمه يدخل للبوكل بور كان كي هو ذري فيه فهمت شكون عنده سؤال؟ أنا مسوي جيسكا لا لا الريبيتي لازم تتسكر قبل البوب ما عندكش حتى حد
شكون عنده كيستيون يا جماعة؟ بالنسبة للمرة الجاية الشمس الجاية لحد ساعتين الشمس الجاية الثالثة إن شاء الله لحد نهار لحد ساعتين لللايف. هذا ما هما لي سيونس ديما، معنا عندنا دو سيونس، عندنا واحدة بالخميس واحدة بالأحد. نمشيو نمشيو فمشي اكزرسيت، انا نحضر لكم من بعد اكزرسيت نبعث لكم في الجروب واتساب الجماعه يا اخي المهم الحصه الجايه. واه واه نجيب ليك نجيب ليك النشط تبع الفيديو في الجروب الجديد. في بالي هبطوا راني على الجروب. اي هبطوا هذا اللي عملته الاخراني. شنو اللي عملته الاخراني؟ اللي فيه احنا هذا ريبيتي طونك. لا لا ريبيتي طونك مش موجودين في الجروب، موجودة كان بوك بوك. هذا الفيديو تاع نحكي على البي دي اف كامل بعثته في الجروب هذا في الجروب بعثته لنا وينو هذا الجروب. هذا الجروب بتاعي ساندي هبط لهنا كان طبعا هاو موجود لهنا. امشي ما هو نتصل من بعد هذاك علاش كي دخلت ما لقيتو. تبعثوا بعض دخلتني انا في الجروب. شكون عنده سؤال قبل ما نخرج؟ واضح هاو المسيونس هذي عملت لها نور ريجيسترون.